بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام. إن تنصيب مدير عام جديد لهذا المعهد والمسؤول الجديد الذي وقع عليه الاختيار لخير دليل على الاهتمام الخاص والعناية الشديدة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذه المؤسسة العريقة والمهمة. وما اختيار السيد عبد العزيز بن جاهد أحد خيرة الإطارات الوطنية إلا دليل على العزيمة القوية لتحقيق هذه الأهداف، حيث سيعكف لا محالة على تسخير كفاءته وخبرته الكبيرة التي اكتسبها خلال مساره المهني. إنه من الضرورة بمكانة إعادة تأهيل المعهد الوطني الدراسات الاستراتيجية الشاملة وبعثه دوره الريادي كأداة مساعدة لمساعدة على اتخاذ القرارات الكبرى من خلال وضع التحاليل والدراسات المستقبلية تحت تصرف السلطات العليا للبلاد بخصوص مختلف المسائل الاستراتيجية للحياة الوطنية والدولية. إن المعهد مطالب اليوم بالقيام بدراسات مستقبلية وتحاليل وأبحاث معمقة تمكن من فهم التطورات المتسارعة للجميع للمجتمع في إطار شامل يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والدولية. إذا نشوفوا الهيكلة والتنظيم نتاع المعهد الوطني للاستراتيجيات الشاملة، الله يبارك، عندها فروع في كل القطاعات، والممثلين نتاع قطاعاتكم السادة الوزراء أكيد ولا جدال راح يكونوا مشاركين فعالين في بلورة هذه الرؤية وفي تجسيد هذه الإرادة وتحقيق كل الطموحات، كل الأمال نتاع جزائرنا وتاع شعبنا وتاع دولتنا.